كما أكد القائد أن الجائزة أصبحت نموذجا يحتذى، لا سيما وأن الكثير من الجهات حققت العديد من المكاسب ووصلت إلى العالمي عبر احتضان الأفكار والمبادرات الإبداعية في مجال التقنية. هذه الجائزة مو فقط تؤهل محليا، الفايز فيها أو اللي قدم يأخذ الخبرة المناسبة أنه يقدم لجوائز مماثلة على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي، حتى فعلا أن احنا نظهر بالمشاريع البحرينية على المستويات الدولية. مثلا الكهرباء والماء، عندنا وزارة الصحة فازت معنا وفازت في عدد من الجوائز الدولية، أيضا الإدارة العامة للمرور وغيرها من الجهات. يعني ما أبي أهضم حق أحد، لكن عندنا عدد كبير من الجهات اللي ساهمت، وفي زيادة حقيقة مضطردة في مشاركة الجهات تمثل 35% سنويا بالمشاركة، نتيجة الفائدة اللي حصلوها إما بالفوز إما بتطوير منتجاتهم إما بالتقرير اللي يقدمونه المحكمين واللي يستفيدون منه في تطوير منتجاتهم في المستقبل.